هنا بويبلان، هنا عاصمة الثلوج. لطالما ارتبط اسم بويبلان بالرداء الأبيض والذي يستهوي عشاق الطبيعة وأبطال التحديات والمغامرات على حد سواء. وفي طريقنا نحو القمة من أجل استكشاف بعض من خبايا المنطقة إبان العواصف الثلجية. فلحد الآن كل شيء على ما يرام، إلى أن صادفنا بطلا من العيار الثقيل. إنه شهر مارس ذو البرد القارس. أخبرنا بأننا أمام ظواهر طبيعية غير عادية وأمام تقلبات مناخية تفضي إلى فض الشراكة بين فصلي الشتاء والربيع. لكن بأي طريقة يا ترى؟ ففصل الشتاء عاند وقوي، أما فصل الربيع فعائد وبقوة. قبل حدوث المعركة يتفاوض الجانبين بضم يومين من فصل الشتاء كخيار استراتيجي، وبالتحديد من أيام شهر فبراير. لكن شاهية فصل الربيع مفتوحة للم المزيد. وبعدما فشلت المفاوضات السلمية بين الطرفين، تتحول المنطقة إلى دوامة من العواصف الثلجية تفضي إلى انتصار فصل الربيع المتعطش للحياة وتلاشي فصل الشتاء تدريجيا، ليلملم جرحه في صمت وليستعيد قوته مرة أخرى، ليتمرد فيما بعد على فصل الخريف. وتظهر نتائج صدام الطيارة الباردة من كلا الجانبين أن المعركة كانت شرسة، مخلفة بذلك أكواما من الثلوج مكسوة بطبقة جليدية جافة، تبعث حياة جديدة في نفوس أهل المنطقة وتفتح ذراعيها لكل الزوار، مغنية بذلك الفرشة المائية التي تنعش بدورها جل السهول المتاخمة لبويبلان. يبقى بذلك جبل بويبلان تاج مرصع بالبياض ومنارة لكل الفصول.